بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الزيوت العطرية: صندل 200 جرام، عنبر 100 جرام، زعفران أبيض 100 جرام، مسك أبيض 100 جرام، ورد طائفي 100 جرام، فيجي 100 جرام، عطر عود أو جذور العود 200 ملي جرام، بالإضافة إلى مثبت بخور 100 جرام، و150 جرام حبشوش، و100 عطر سلفا. عندنا معمول الزين: كيلو دقة ناعمة، ربع كيلو ظفر محمص ومعطر مطحون، 200 جرام مسك ناعم، 200 مسك ناعم، 200 جرام جاوي أحمر مطحون، 200 جرام مستكة مطحون. نضع المواد الجافة ومن ثم نضع الزيوت بعد تخميرها أسبوع كامل في علبة زجاجية بعيدة عن الضوء، ومن ثم تعجن بها المواد الجافة وتكور. طريقة التكوير: يا بدبس التمر أو بالشيرة أو بالصبغ العربي. بعد تكوير المعمول يجفف مدة 4 أيام إلى أسبوع، من ثم يعلب ويخمر مدة شهر ثم يستخدم.